قلبوا على الأرامل، عفاكم قلبوا على الأرامل اللي ما عندهمش رجالاتهم واللي هازين عائلة. حتى انا غير طالب معاشو يعني تنضطر نقدم واحد الخدمات للناس ونتسناو شي بغيهم او لا. شو سبحان الله كيزاز بدا الصورة، سأل سائل بعذاب واقع. طلعت ليهم ديك الجومون فوتيزم المستويات غير 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 مسبوقة، وناس وصلت لهم الحالة ديال الهلع. يعني خصك تمرمر بزاف المراحل حتى توصل للصلاة، وملي تكون صلاة كون صادق فيها. السلام عليكم، معكم خوكم النورس من اليوم التالي على التوالي من الحجر الصحي. قبل ما نبدا هذا الفيديو غنطلب منكم الدعوات ديالكم، لانني من الناس اللي ما عندهمش كونطرا دو طرافاي، ما خدامينش في شركه او مع دوله او عندي عمل قار. حتى انا غير طالب معاشو يعني تنضطر نقدم واحد الخدمات للناس ونتسناو شي بغيهم او لا. دوك ملي جلست في الدار فما غنقولش انني متبجع، لان هذه كذبه الحمد لله مستوره، ولكن كاين شويه ديال ضيق العيش وناس بحالي بزاف في المغرب اللي تنازلوا على الخدمه امتثالا لأوامر الدولة باش ما نوضوش البلبلة وباش باش 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 ما نعاونوش الفيروس ينتشر. وفضلا إلا بغيتوا ديروا سبسكرايب أو لا نوصلوا قناة غير 100,000، لأن نقد نبدا ندخل شوية ديال الفلوس. لو وصلت 100,000 يوتيوب تتهز لي فيديو الفوق. ديروا جيم، ديروا بارتاج، ديروا لايك، هذا فضل وليس أمر. نسدوا هذا القوس. هاد الثلاث أيام اللي جلست في الدار قررت بأنني نرجع نقرأ القرآن، لأن مدة وأنا تالاف راكم عارفين تعربيت مشي على اليمان اليسار الواحد تتلف. قلت علاش لا نرجع للقران شويه ونعاود نحيس ونقرا السين حزب ديالي، ما فيها حتى شي باس، واخا انا كنت ديما مدوب عليها دابا نعاود نقرا السين حزب ما كاين حتى شي اشكال. غير هو اثرت الانتباه ديالي واحد النقطه جد شيقه. بديت انا القران من سوره الناس وليس من سوره الفاتحه، يعني من صور القصار، وانا طالع هذيك وصلت الغاشيه والنباء وسوره الجن نوح، واستوقفتني سوره المعارج. سورة المعارج شنو الآية اللي وقفتني بالضبط؟ ما علينا، أنا تتبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. تتبدأ بحالك، شو سبحان الله كي تتبدأ الصورة، سأل سائل بعذاب واقع. بحال هادشي اللي طاري راه عذاب واقع، ما نكذبش عليكم. إلى أن وصلت إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الآية وقفتني بزاف، لأنه أنت دبرها واحد شوية. إن الإنسان خلق هلوعا، وكما لاحظنا هذه الأيام انتشر خبر ديال كورونا ولا كوفيد 19، فتتلقى الناس تكحب وتتبقى تمرض في الزنقة وناس مخلوعين. انقسم المجتمع لجوج، ناس طلعت ليهم ديك الجومون فوتيزم المستويات غير 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 مسبوقة، وناس وصلت لهم الحالة ديال الهلع، تلك حب شوية تتخنق وتبدأ تمرمض في الأرض وش واحد المناظر ما زويناش كاع. إذا مسه الشر جزوعا، هنا تذكر الهلع والجزع. الهلع هو مستوى أكبر من الجزع، وهاد جوج أكبر من الخوف اصطلاحا، لأن كاين الخوف الهلع الجزع وكاين الرعب. يعني شنو الصفة اللي وصف بها القرآن الحالة؟ هو أنه بقوة الخلعة يتم غياب العقل. شوفوا كي وصف القرآن الكريم الحالة بدقة متناهية. علاش الإنسان تطرى له هذه الحالة ديال الخوف الكبير اللي هو الهلع والجزع؟ لأنه الله خلقنا دايرين بحال هكا. إن الإنسان خلق لأنه هو هكاك تركيبته. وإذا مسه الخير منوعا، وتيلي شفنا في المجتمع ديالنا اللي تيكيل الماكلة، اللي تيمشي للسوبر مارشيات ما تيسوقش الجارو، كاينين الناس واحد آخرين عندك الخير منوع ما تتبغيش تعطي الفلو، منوعا هي ما تتعطيش المادة، وهاد الناس منهم بزاف. وهنا تذكيرة للناس، ومثلا أنا تنعرف شريحة الفنانين تتربح بزاف الفلوس، خرجوا شوية ديال الفلوس كاين اللي تضرب في كونسير الله يكمل عليكم بخير اي جو فو زيم بيان، وانتم تتعرفوا هذه النقطه كاين اللي تضرب 100 مليون 70 80 بلا ما نقول دي شيف خلاه يقدو يمرضوكم. جا الوقت تخرجوا العائلات غير ميسوره. كاين الصدقه في السر، ولكن هذه مزيانه لانه الناس غتقتدي بكم. هو يعطي الله سبحانه وتعالى استثناءات.
إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون. إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون. الصلاة شنو تدير لك؟ باش فهموا في لابسيكولوجي شنو تدير، وهذه النقطة اللي غنهضر عليها دابا شوية. شنو تدير الصلاة؟ فهي تتهبط لك جبهتك الأرض وتدير ستوب من متاعب الحياة وتدخل لها تتوضى. أولا الصلاة تلزمها وضوء، فلا توضينا 5 مرات في النهار، 5، ما نشدوش الوضوء ديال الصبح نبقاو تابعين حتى العصر ولا المغرب ولا الوضوء ديال الظهر تنصلوا به العشاء. حنا في الدار جالسين كل صلاة بوضوها، يعني كاين واحد الراحة نفسانية والوضوء قبل ما توضع. وثاني كاين واحد شرط اخر والاستنجاء، هو انك تتحيد الخبث من 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 المناطق الحساسه ديالك. هلا ذكرنا الاسماء، انتم ما عارفين شنو هو هذا الشيء. تتستنجى وتتغسل بالماء، حتى تغسل يديك، حتى تتوضا، حتى تصلي، باش تعرفوا مراحل النظافه. والنظافه فهي وقايه في حد ذاتها. المصلين هنا تتخلي الكونيكسيون ديالك مع الارض. خصكم تعرفوا راه ملي تتنزلوا للارض راه دماغك تخضع في حاله الخضوع، ياك الخنوع لله سبحانه وتعالى، واحد الحاله الاستسلام، وتدخل في واحد الهاله ايمانيه، وانك تتدرع وتطلب سبحان الله سبحانه وتعالى. يعني خصك تمرن بزاف المراحل حتى توصل للصلاه، وملي تكون صلاه كون صادق فيها. دراري دريات رجال العيالات توضوا كل وضوء في وقته، لانه مزيان حتى الكورونا وصليو. لانه انا نقول لكم ليش مزيانه الصلاه، كاين واحد التيوغي واللي العلم اكدها ما بقاتش تيوغي، اللي هي افي بلاسيبو. افي بلاسيبو شنو هي؟ هي انه تيجي عندك واحد المريض وتتعطيه واحد الدواء اللي ليس دواء في واحد نوع الامراض بطبيعه الحال، ماشي السرطانات وداك الشيء، مي يقدر يوصل حتى للسرطانات. هذا هو الخيال العلمي اللي نجي نقول لكم دابا. وهنا علاش القرآن هو شفاء للصدور وهو داء لكل دواء. فملي تتسلم وتقول القرآن غيداويني، علاش الناس شحال هادي كان تقول كان زيد دواء بدواء القرآن؟ فهما كانوا تدوزوا من هذه القضية العلمية اللي سميتها إفي بلاسيبو. إفي بلاسيبو باللاتينية تتعني جو بلي، تنعجب، هذه الاصل ديالها باللاتينيه. فملي تتخضع نتايا وتدخل في ديك الهاله ديال الايمان وتتقول القران غيشفيني، طبعا من كحبه من اوجاع صغوار، وتترخى وتتوضى وتتنظف وتتصلي وتتستقبل القبله واحد الحاله ديال التامل والسكينه، فكن على يقين غتشافى. كون على يقين. انا ما نقولكش ان هاد لي في بلاسيبو تيعالج كل شيء، ولكن تبتات انهم داروا عمليه من القلب، انهم فتحوا وسدوا، ما داروا حتى شي عمليه لداخل وسيت شافة. ما تنهضروش على عمليه كريتيك باش نحددوا، لانه كاين امراض خصها عمليه وخصها دواء. ولكن هاد لي في بلاسيبو يعني يدفع العقل انه يفرز مواد اللي تتشافي لو كور، لان كل شيء عندنا في ذاتنا. سبحان الله العلي العظيم، راه ربي خلقنا دايرين بحال هكاك. ورتل القران ترتيلا، يعني من تترتل القران وتدخل وانت مآمن بي، يمكن تدخل في واحد الهالة ديال الشفاء وديال الإيمان. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جاركم اللي ما واكلش عفاكم. هالقرآن قال يا كنتم متدينين بدين الإسلام، ولو تكونوا لدينين أو لا غير مسلمين، فحق عليك أنك جارك تمشي تدق عليه وتقول له واش واكل. مشي تدق عليه بحلقة، تقد تليفون، سلام، تليفريلو، متر بينك وبينه، تحطوا الماكلة في باب الدار، تقدوا تصدقوا بلا ما وعاونات في الصباح، تعمر قفيفات، تاخذ داك بيدو ديال الزيت اللي شايط عندك، شويه ديال الليمونه، دق على مراه مسكينه ارمله، الفنانين الفنانات قلبوا على الارامل، عفاكم قلبوا على الارامل اللي ما عندهمش رجالاتهم واللي هازين عائله، ما تخلوهمش يموتوا. انا مزاوق انا الا قديت نعاون راه غنعاون، وتنرى الغالب الله، ولكن غنتقاتل. ما نكذبش عليك، ولكن ما تندخلش دوك المداخل العملاقه. اذا رجعوا لصورة المعارج. خلق الإنسان هلوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فكفى بهذا شفاء. اليوم الثالث ديالي ديال الحجر الصحي هكذا دوزته. السلام عليكم، كان معكم نورس.